نرحب فيكم مرة ثانية مشاهدينا، وخلوني أرحب بضيفي بالاستديو الدكتور محمد الخميس، أستاذ مساعد في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور. في البداية يعني خلنا نتكلم عن جهود وزارة الصحة، شلون شايف جهود وزارة الصحة في ظل الأزمة الحالية مع فيروس كورونا؟ طبعا أول شيء قبل لا أتكلم عن الجهود نبي نشوف أول شيء خريطة العالم ونشوف الكويت، يعني حتى مع تزايد الحالات هم خلينا نشوف وين وصلنا مقارنة من ناحية عدد الحالات، وهذا يعكس جهود الوزارة بقيادة معالي الوزير. فإن أنا أقول لكم إياها، يعني حتى مو أنا اللي أشيد، حتى يعني منظمة الصحة العالمية تشيد والكل يشيد إن اللي ما تقوم فيه الوزارة مجهودات جبارة ونتائجها تنعكس في عدد الحالات اللي موجودة. فبالتالي يعني أنا أتمنى طبعا نشوف تشوفون الوزارة والجهات الحكومية الثانية يعني قامت بجهودها، بس المطلوب الحين من المواطن نفسه أنه يكمل هالمجهود بأنه يلتزم بالقواعد والإرشادات اللي قاعد تعطيها الوزارة. طيب يعني دكتور في هذه الفترة يعني مثل ما قاعد نلاحظ في تزايد كبير في الأرقام وعدد الإصابات، شنو أسباب هذا التزايد المفاجئ؟ طبعا احنا الحين خلينا نتكلم مفهوم علمي ان كل وباء له دوره طبيعيه. الدوره الطبيعيه تبتدي اول شيء في ظهور حالات يعني بشكل قليل، بعدين انت عندك نفس الشيء يكون في نوع ما كيرف يكون شكله مثل الجرس يصعد زين، وفي فتره صعود سريعه ما تقدر يعني ما لو شنو تسوي ما تقدر يعني تنحاش منها، ما تقدر يعني لو حتى لو تحاول كل مجهود انك تمنع هذه الدائره او الصعود السريع هذا صعب جدا. فهذا كان شيء متوقع ان احنا هذا بالنسبه لكل الفيروسات كل الاوبئه يعني كاقول احنا قاعد نتكلم في علم الفيروسات والبيولوجيه مالتها، لما يصير عندك وباء بهالطريقه شيء طبيعي انك عندك صعود توصل حق اول شيء القمه بعدين تبتدي تنزل. احنا في اي مرحله؟ الصعود. الى الصعود طبعا الى هذه مو احنا بس ما اعرفها العالم كله ترى ما يعرفها، احنا قاعد نتابع طبعا بس لكن في دول بدت يدرون وصلوا القمة وبدأت الحالات تقل، فبالتالي احنا في صعود لكن الوقت بالضبط متى نوصل القمة وننزل هذه صعبة اقول لك. شنو المطلوب منا علشان نوصل حق هذا النزول او هذا الانخفاض دكتور؟ طبعا اهم شيء طبعا مع جهود وزارة الصحة مثل ما قلت المواطن يلتزم ويقعد في البيت انزين، وهذه الشغلة الأساسية اللي هو التباعد الاجتماعي اللي قاعد يصير والعزل الاجتماعي اللي قاعد يصير، هذا يعتبر خط الدفاع الأول ضد الكورونا. فإذا احنا نبي نساعد في تسريع عملية الصعود وبعدها النزول الالتزام بتوجيهات الحكومة أو الوزارة. طيب دكتور خلنا نتطرق شوي حق حالات التقصي الوبائي. ما هو التقصي الوبائي؟ التقصي الوبائي هو يعتبر نشاط وبائي الهدف منه البحث عن الإصابات أو الناس المصابين. طبعا أنا لما أوصل أو يعني مثلا أن أنا أوصل حق عدد معين من المصابين واكتشف حالاتهم يكون عندي خطة أني أحوي الوباء. فأنا أول شيء أبحث عنه، وأول ما أبحث عنه وجد في حالات كثيرة متكتلة بمكان معين يكون عندي خطة شلون أحوي هذا. فيكون دائما مو بس هي التقصي مو بس أنك تبحث وبنفس الوقت عندك خطة من وراء أنك تكون جاهزية في أنك تحوي. طيب شنو خطة وزارة الصحة بالنسبة حق الموضوع؟ خطة وزارة الصحة طبعا احنا قاعد نشوف احنا أول شيء الخطة ترى موجودة، يعني أقصد قاعد يعني شغالة واضحة، يعني تشوف احنا قاعد نكتشف حالات وايد، بس بنفس الوقت مقارنة في يعني بالعالم أو على مستوى العالم هم يعتبر معدل الحالات أقل، هذه شغلة مهمة. الشيء الثاني عندنا ننسى أن في عندنا حالات تم شفائها، وعلى فكرة وهذه ترى هم نسبتها تعتبر كبيرة. فبالتالي الخطة احنا ماشيين فيها قاعد نصيد حالات وقاعد يصير في اكشن مثل ما تشوفون لما نسيطر على عماره او نوقفها او نمنع تحركات معينه في مناطق معينه، هذا يعتبر الاكشن مدروس من ناحيه يعني مع يعني كشف على عدد الحالات الموجوده يعني. نعم. طيب دكتور محمد يعني هل ممكن انه يكون فيروس كوفيد 19 موسمي حال خلينا نقول الفلو العاديه او الانفلونزا العاديه؟ هذا سؤال طبعا في ابحاث نشرت قالت ان احتمال كبير ممكن يكون كذي، لكن في ابحاث من الجهه الاخرى تقول انه ممكن هالفيروس ينقرض لان معدل تطور الجيني نوعا ما اقل من الانفلونزا. فاحتمال انه يعني يوصل لمرحله يتطور فيها وايد بعدين يوقف، اول ما اي فيروس اول ما يوقف تطوره يموت سيده. اوكي لكن هم في نفس الشيء انه في اتجاه يا انه يموت الفيروس او انه يصير موسمي، ويصير موسمي متى؟ انه لما نبتدي يصير عندنا فاكسين او سوري تطعيم،
فلما اذا بدا التطعيم والفيروس للحين موجود فراح يصير ممكن التطعيم حاله حال تطعيم الانفلونزا يكون يعني طعمه على شكل موسمي. طيب يعني دكتور الفاكسينيشن او خلينا نقول التطعيم متى ممكن يعني راح يتم يعني على قولتهم يعني يرى النور خلينا نقول يعني في هذه الفتره؟ هذا سؤال جدا مهم. طبعا التطعيم الحين انا يعني اخر الاخبار اللي سمعتها خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه ان متوقعين انه يكون جاهز خلال اخر هالسنه او بدايه السنه الجايه. هذا بالنسبه حق الولايات المتحده. انا ما ادري عن باقي الدول. اما الادويه الحين في تجارب كلينيكيه قاعد تشتغل انزين وقاعد تثبت يعني فعاليتها. فالحين التركيز اللي صاير شنو الادويه او الدواء من هالادويه او تسمعين هالتجارب الكلينيكيه قاعد تصير اللي ممكن انه يتوفر منه كميه كبيره وتشتري الدواء. طبعا لا ننسى ان الدواء ما راح يمنع الفيروس، الدواء راح يعالج الحالات المصابه. الفيروس ما راح يوقف الا لما يكون عندنا تحصين يعني. فبالتالي لما يكون عندنا نكتشف له تحصين هذا هو اللي راح يخلي وباء او ما يصير وباء، يصير مرض موسمي بشكل عادي يعني. طيب يعني دكتور بما ان الدراسات قائمه في الوقت الحالي ومثل ما احنا عارفين الاقاويل قاعده تزيد والكلام كثر خاصه في السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي، في كلام قال انه ممكن هذا الفيروس كوفيد 19 ياثر فيما بعد على الكلى، في ناس قالوا انه ياثر على الكبد، ما صحت هذا الكلام يعني بالنسبه حق الناس اللي تشافوا خلينا نقول؟ طبعا في ادله من فيروسات مشابهه اوكي، لكن الادله هاي ضعيفه وايد انزين وما في اعداد يعني حالات كفايه ان ناكد على هالشيء. الفيروس يتحور، الفيروس الحين هو يركز على اجهزه في جسم الانسان يصيبها اوكي، لكن الفيروس ترى ممكن اذا وصل لمرحله يتحور فيها ممكن يعني يرد مره ثانيه يعاد الانسان اللي شفى منه وممكن هم يغير تركيزه على الاجهزه الوظيفيه الموجوده داخل الجسم. هذا احتمال تصير، لكن انها يعني ممكن تصير، هاي احتماليه ضعيفه. يعني في دراسه مؤكده على هالموضوع والى الان يتم الدراسه حول هالموضوع؟ للحين يتم الدراسه. طيب لكن يعني ما في شيء ياكد انه ممكن يصير هالشيء. طيب يعني هذه احنا مثل ما نقول هذه اشاعات يعني قاعد تتداول، يعني لازم الاشخاص يعني يتداولون المعلومات من المصادر الرسميه، يعني احنا دائما نقول عدم تداول اي معلومات مغلوطه لان احنا في الوقت تراهن يعني الوضع ما يتحمل اي اشاعات. بالضبط، وهذه ترى شغله مهمه ان قراءه الدراسات الوبائيه او الدراسات الكلينيكيه للفيروس لازم تتم عن طريق خبراء وتترجم عن طريق خبراء وبعدين يتم اتصالها حق المشاهد البسيط، بحيث انه والمشاهد المفروض ما يسمع الا من المختصين من علماء الفيروسات، علماء الاوبئه، ومن هم الحكومه يعني المتحدثين. لان مثل هذه الامور دكتور يعني تاخذ وقت طويل على ما اعتقد، الدراسات تاخذ وقت يعني تقريبا ايش كثر؟ يعني احنا الكورونا يعني حتى واضحه مقارنه بامراض وايد، يمكن باليوم قاعد اشوف اكثر من 50 100 200 دراسه قاعد تنشر حول العالم. حول العالم، وهذه ترى شغله مهمه. احنا الكورونا مو هو الوباء الخطير نفس الايبولا اللي يذبح 80% من الناس اللي يصيبهم. الكورونا مشكلتنا معانا ان الحين ما عندنا معلومات كفايه عنه، والمعلومات كل شوي قاعد تتغير انزين، فهذا اللي يخلع. انت لما الشغله ما تدرين عنها او ما تعرفين تقرينها أصعب. يصير في عندك هلع او تخافين وما تدرين وين اتجاهها، ما تقدرين تتنبئين فيها. هم الناس قاعد يعاملونه معامله الانفلونزا لكن هو مو انفلونزا، هو له سلوك يشابه الانفلونزا، لكن بنفس الوقت للحين احنا جسمنا مو متعرف عليه، للحين ما في ادويه متوفره له، ما في تطعيمات متوفره له. احنا على فكره الانفلونزا تصيب اكثر يعني ناس، وعلى فكره في ناس يموتون وايد بالانفلونزا اكثر للحين، يعني من معدل اصابه الانفلونزا والوفاه منها للحين اكثر من الكورونا. لكن ليش احنا مو قاعد نخاف من الانفلونزا؟ لان عندنا ادويه، نعم، عندنا تطعيمات، عندنا مناعه طبيعيه، فبالتالي احنا ها. لكن فيروس الكورونا قاعد ينتشر بشكل غير طبيعي وما عندنا معلومات عنه كفايه وما عندنا انت دكتور ذكرت المناعه بالنسبه حق الانفلونزا، هل ممكن الجسد يعني يكون مناعه بالنسبه حق فيروس كورونا المستجد؟ طبعا هذه هم تعتبر دوره طبيعيه في حياه الفيروس، ولما يصيب المضيف ماله دائما، خصوصا لما تسمعين ان في ناس ما يصيبهم حالات وفي ناس تصيبهم حالات بسيطه وبعدين يتشافون، هذا يكون غالبا مكون جسم أجسام مضادة أو مناعية ضد الفيروس بحيث أنه ما يصاب مرة ثانية أو ممكن يعني. دكتور محمد الخميس يعني جهودكم واضحة للأمانة، تشكرون عليها، وأنا سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم. شكرا. في برنامج معكم. يعطيكم العافية مشاهدينا. طبعا خطوات